أهلا بكم. ماذا يعني وجود 62 جامعة إيرانية في العراق مقابل 35 جامعة عراقية حكومية؟ لماذا لا يتعاقد العراق مع جامعات من دول متقدمة علميا، متقدمة مهنيا، بدلا من فتح الجامعات الإيرانية بهذا العدد الكبير؟ هل هناك مخطط إيراني لاحتلال العراق ثقافيا؟ يرى أكاديميون وأساتذة جامعيون عراقيون أن 60,000 طالب عراقي يدرسون باللغة الفارسية في إيران الأدب واللغة الفارسية، وأن آلاف الرسائل العلمية مكتوبة باللغة الفارسية ولم تخضع لنظام الفحص والاختبار، وقد سرقت من رسائل وأطروحات سابقة، وبكم كبير. ماذا يعني موافقة الحكومة في العراق على افتتاح الجامعات الإيرانية والتي حصلت بموافقة وزير التعليم العالي القيادي في ميليشيا العصائب نعيم العبودي؟ كما أن جامعة طهران تفتح ذراعيها لعناصر ميليشيا الحشد وتتكفل بنفقات بناء الجامعات في العراق. يرى مستشار سابق في وزارة التعليم العالي أن تزايد الجامعات الإيرانية في العراق يرجع لانتماءات وزير التعليم العالي الحالي. نناقش في حلقة اليوم دلالات وأهداف موافقة حكومة السودان على افتتاح عشرات الجامعات الإيرانية في العراق، وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة عبر سكايب، وهم كل من الدكتور محمود المسافر الأكاديمي والمتخصص في التعليم. مرحبا بك دكتور محمود. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وفيكم دكتور. وأرحب أيضا بالدكتور صباح الناصري أستاذ العلوم السياسية بجامعة يورك. أستاذ مرحبا بكم. تحية طيبة عزيزي. حياكم الله. إذن مشاهدين الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بعد أن استحوذت إيران على العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، جاء دورها لتحقيق نفوذها في مجال الثقافة والتعليم من خلال افتتاح 62 جامعة إيرانية في العراق، متفوقة بذلك على عدد الجامعات الحكومية العراقية البالغ عددها 35 جامعة فقط، لتسيطر طهران على حاضر ومستقبل أجيال العراق التعليمي. 33 جامعة إيرانية معتمدة من الحكومة في بغداد تعمل حاليا في العراق، أضاف لها وزير التعليم العالي الحالي نعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب والذي يتبع لنظام ولاية الفقيه الإيراني عددا آخر، ليصل العدد الإجمالي إلى 62 جامعة إيرانية. أكاديميون ومختصون في شؤون التعليم حذروا من خطورة الغزو الثقافي الإيراني كمشروع احتلال تنفذه الميليشيات الموالية لإيران. وبدل أن يتعاقد العراق مع الجامعات الرصينة حول العالم لابتعاث الطلبة العراقيين، استخدم فروعا لجامعات إيرانية سيئة الصيت التي لا تمتلك شيئا من معايير الجودة في التعليم، وتلك نتائج متوقعة لنظام المحاصصة المعتمد حاليا في العراق. موافقة وزارة التعليم العالي الحالية في العراق على افتتاح هذا الكم الكبير من الجامعات الإيرانية ينذر باحتلال فكر وثقافة العراقيين وتوجيه تبعية ومستقبل الجيل نحو إيران. أبدأ معك دكتور محمود المسافر. 62 جامعة إيرانية في العراق، ماذا يعني؟ شكرا، بارك الله فيك أخي العزيز وفي مشاهديك الكرام وفي قناتك الكريمة، وتحية لضيفك الكريم. أهلا بك أخي العزيز. يعني هذه استراتيجية، أولا هذه الاستراتيجية بدأت بالاحتلال الأمريكي للعراق اللي استهدف كل شيء، استهدف كل شيء حي في هذا البلد، وهذا معروف ولا نريد أن ندخل به الآن. استكملت إيران عملية التدمير والتهديم أما لرغبات الانتقام، وهذا موضوع معروف عن العلاقة بين البلدين لفترة طويلة،
والقضية الثانية أيضا استراتيجية، وهي أنه إيران تحتاج إلى واجهات حقيقية في كل الاتجاهات. طبعا جزء من الاستراتيجية هو أن تجعل العراق أسير من طرق التعليم، ولم يبدأوا من الجامعات منذ الاحتلال، منذ اليوم الأول للاحتلال وتحت الراية الأمريكية ووجود الجيش الأمريكي، افتتحت عشرات بل مئات المدارس الإيرانية في كل المدن، لا سيما في مدن جنوب العراق. لذلك هم كانوا يحضرون لمثل هذا اليوم، حضروا لمئات هذه المدارس التي تخرج أنصاف المتعلمين، بل يعني غير متعلمين أساساً، ويحتاجون أن ينضون إلى أي مكان. طبعاً جزء كبير من خريجي هذه المدارس أصبح في الميليشيات الآن، هو جزء لا يتجزأ من عملية امتداد الحرس الثوري أو مد الحرس الثوري بعدد كبير من غير المتعلمين حتى يكونوا وقود معركة وينفذون الأوامر بلا أي انتباه لأي شيء. الحقيقة المشكلة الحقيقية هنا أنا أنه اللي أنا أريد أطرحها، لماذا بالنسبة كقضية استراتيجية لإيران، إيران تعاني من الحصار منذ فترة طويلة، وإيران الحقيقة ممنوع عنها الكثير من المواد اللي ممكن أن تستخدمها بالمختبرات. لذلك كان ينبغي أن تخرج خارج الزون الإيراني وتعمل جامعات. هذه الجامعات تعمل بطريقتين، تخرج متخلفين من الدولة الحاضنة، وهذا يعني جزء من استراتيجيتها، والجزء الأهم من استراتيجيتها أنها تكون حاضنة لكل اختباراتها في كل الاختصاصات النووية والفيزيائية والكيميائية، وستكون بمأمن كبير عن أي نوع من أنواع المراقبة. طيب دكتور، هل وضحت لنا هذه النقطة تحديدا؟ يعني إيران متهمة بأنها يعني يراد إيقاف برنامجها النووي، هنا ذكرت أنها تريد أن تخرج جيلا من المتخلفين من الدولة التي تحتضن هذه الجامعات، ولكن هي ما الذي ستستفيده من حيث برنامجها هذه النقطة تحديدا؟ أولا أن العراق كله، لأنه الثقافة هي اللغة، وعندما يكون تعليمك باللغة الفارسية فالعراق كله سيكون أسير الفارسية، أسير اللغة، وهذه عملية تفريس واضحة لا تحتاج الكثير من التفصيل هنا. هاي رقم واحد. رقم اثنين، أن هناك الآن حركة كبيرة جدا على تحرك المال العراقي باتجاه إيران، وهناك مشروع الخزانة الأمريكية ومشروع المحاصرة، والكثير من البنوك تورطت في ذلك، فلذلك إيران تحتاج وبسرعة إلى واجهات حقيقية. إذا ما تساوي حجم البنوك فهي على الأقل أقل منها بقليل، فلذلك الجامعات هذه الحقيقة هي واجهات مالية عظيمة كبيرة راح تنضخ لها أموال العراقيين، وهي تسحب هذه الأموال باعتبارها جامعات إيرانية. رقم ثلاثة، أنه تريد أن تفتح مختبرات كبيرة جدا خارج الوطن الأم، بحيث تستطيع أن تستورد ما تحتاجه من المختبرات، ثم ترسل هذه الاحتياجات إلى إيران وتتم العملية في إيران، وبذلك تتحايل على النظام الدولي وعلى القرارات الدولية وما شابه. إنها نقطة مهمة. نعم دكتور محمود المسافر، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك. أرحب بالدكتور صباح الناصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة يورك. أستاذ صباح، إيران تستفيد من إقامة الجامعات بهذا العدد الكبير في العراق، 62 جامعة إيرانية داخل العراق، 33 جامعة معتمدة في بغداد، من أجل هدفين رئيسين ذكرهما دكتور محمود. الهدف الأول هو بالإمكان أن بحجة هذه الجامعات تستورد مواد أولية للمختبرات، هذه المواد يمكن أن تستثمر أو تستثمرها إيران في برنامجها النووي لأنها محاصرة. الجانب الآخر أو النقطة المهمة الأخرى هي شفط أموال العراقيين التي سوف تضخ بشكل طبيعي إلى هذه الجامعات، كون العراق متعطش للتعليم وللأسف لا يوجد سوى هذه الجامعات. يا ترى كيف تنظر إلى وجود جامعات إيرانية بهذا الرقم الكبير؟ هل من نقاط إضافية، وإلى أي مدى تتفق مع ما طرحه دكتور محمود؟
تحية طيبة أستاذ سمير، وتحية طيبة للدكتور محمود وإلى مشاهدين الكرام. حياك الله. أنا أصنف هذا البعد الثقافي، خلينا نسميه الاستعماري، تحت مسمى المد الإيراني بالثورة الإيرانية وتصدير الثورة الإيرانية. والعراق هو في قلب هذه استراتيجية، استراتيجية إيران لاختراق المنطقة العربية بالذات الخليج العربي من خلال العراق. لعدة أسباب بس ما ندخل بيها، بس الهدف منه هو تحويل دولة العراق حقيقة بمساعدة أمريكا طبعا إلى أقليم إيراني. هو في الحقيقة العراق الآن أقليم إيراني، محافظة إيرانية بالمناسبة. يعني إحنا لا نضحك على نفسنا ونتحدث عن العراق كدولة إلى آخره. ومن أجل تفكيك وهدم الدولة العراقية، وهذا المشروع العراقي الأمريكي الإيراني والإسرائيلي بالمناسبة، كان الهدف منه ليس حزب أو نظام معين أو حاكم معين، كان الهدف من الدولة العراقية، تفكيك الدولة العراقية وعدم السماح بإعادة بناء هذه الدولة. فأنت كيف تفعل ذلك؟ منذ البداية لاحظ تم استهداف 3 أجهزة رئيسية في بناء أي دولة في العالم: الجهاز البيروقراطي، الجهاز الأمني العسكري، والجهاز التعليمي. تم تدميرها بشكل مباشر. إلى اليوم يعني هذه الأجهزة ما استعادت عافيتها. فبالتالي تفكيك هذه أعمدة الدولة العراقية سمح لإيران أو النظام الإيراني، حتى نكون شوية منصفين، إيران أكبر من الفرس، الفرس أقلية في إيران حقيقة، ولكن النظام الفارسي اللي يستخدم التشيع كغطاء ديني للقومية الفارسية استغل هذا الفراغ الأمني العسكري والبيروقراطي الاقتصادي والتربوي والتعليمي، وبدأ يستهدف بالذات محافظات الوسط والجنوب العراقية. المجتمع الشيعي بشكل عام بدأ يستهدفه، استهدف أمنيا، مخابراتيا، طائفيا، إعلاميا، ما تسمى هيئة الإعلام الإسلامي إلى آخره. يعني أكثر شريحة في المجتمع العراقي حقيقة مستهدفة من قبل هذا المشروع الاستعماري هي شيعة العراق اللي هم عرب طبعا. فبالتالي ما حصل مؤخرا، لاحظ أستاذ سمير، السنة الماضية يعني حتى حكومة الكاظم يسب رغم من كل أخطائها ومشاكلها، ولكن حقيقة سحبت ترخيص أكثر من 27 جامعة إيرانية في العراق، لأنها ما تلتزم بكل المعايير حتى المعتمدة في داخل العراق، يعني فقط بس 14. فبالتالي الإتيان بالعبودي من صادقون اللي هي ما تسمى عصائب أهل الحق، أنا أسميها عصابات أهل الباطل، كان الهدف أنه هو بالذات هذا، أنك أنت مرة أخرى تفتح المجال التربية والتعليم بالذات التعليم العالي إلى هذا المد الإيراني، المد الثقافي الإيراني في داخل العراق. هناك مشكلتين حقيقة مرتبطة بقضية تفكيك الدولة وتغييب لمصلحة الدولة العراقية. البعد الأول للأسف أن النظام اللي شكلت أمريكا في داخل العراق واللي استخدم بشكل يعني شكليا الشهادات يعني الدراسات العليا إلى آخره ك يعني جسر للوصول إلى المناصب أو إلى الترشيح إلى مجلس النواب إلى آخره، ففتح المجال بشكل هائل لشهادات مزورة، وبالذات هنا إيران ولبنان وماليزيا، كل ما تسمى هذه الجماعات الإسلامية كلها مزورة. يعني حتى فائق زيدان مجلس قضاء على شهادة مزورة من جامعة إسلامية في لبنان، فتح المجال للتزوير. هذا يعني كان التربية والتعليم بدل التعليم طبعا بهدف الاستحواذ على المناصب وبهدف الاستحواذ على الرواتب العالية. نعم دكتور صباح، المعذرة منكم، سأعود إليكم مرة أخرى، اسمح لي في هذه النقطة أن أتحول إلى الدكتور محمود. دكتور محمود، من ضمن اختصاصكم كأكاديمي ومتخصص، يعني كما هو معلوم أن هناك معايير مؤسسية تنبني عليها، وبالتالي ممكن أن يتم البت بأن هذه الجامعة مستوفية لمعايير الجودة، مستوفية لمعايير المؤسسية،
كمؤسسة تعليمية. يا ترى يعني بالنظر إلى الجامعات الإيرانية، والإيران كما تعلمون دولة يعني معزولة، منعزلة أو معزولة، تم عزلها، يعني ما هي معايير الجودة للجامعات التي من المفترض أن يتعاقد معها العراق؟ كما هو معلوم أن الجامعة هي مؤسسة تعتبر حلقة وصل، حلقة وصل ما بين المرحلة التعليمية ومرحلة سوق العمل، فبالتالي هناك إنتاج للطالب وإعداد للتلميذ، إعداد للطالب الجامعي عفوا، من أجل أن يستحصل على معايير، مهارات معينة، صفات معينة تؤهله لأن يدخل في سوق التنمية وبالتالي النهضة في هذا البلد. هكذا ينظر أو تنظر الدول المتقدمة إلى الجامعات. يا ترى هل هذه المعايير موجودة في الجامعات الإيرانية بهذا الكم الهائل؟ تحية لك مرة أخرى ولضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. الحقيقة يعني احنا خلينا نشوف المعيار الأساسي المستخدم الآن في وزارة التعليم العراقية. يعني أي شخص من عندنا يستطيع أن يذهب إلى وزارة التعليم ويقدم طلب لتأسيس الجامعة، هناك عدة معايير، وهناك معايير أخرى لجلب الجامعات الأجنبية، لفتح فروع للجامعات الأجنبية. المعيار الأهم اللي يمنع، الحقيقة تقريبا يمنع فتح جامعات أجنبية، لذلك انفتحت فقط جامعات أمريكية في العراق، أنه المعيار في وزارة التعليم، requirement في وزارة التعليم، المتطلب الأساسي أن تكون من ضمن أعلى 500 جامعة في العالم. هناك مفاوضات كثيرة جرت بين جامعات أسترالية وجامعات بريطانية، وأعرف الأشخاص الذين تفاوضوا مع وزارة التعليم في فترات سابقة حتى على الأقل يرفعوها من 500 إلى 1000. ما سمحوا. أعلى 500 جامعة ضمن الرانكينج اللي معروف هي الكيو اس والتايمز وشانغهاي. هذه الرانكينج الثلاثة المعروفة، إذا ما تجيب واحدة من 500 جامعة الأولى ما تقدر تفتح فرع لها. لا يوجد في كل هذه الرانكينج، يعني الشانغهاي والكيو اس والتايمز، لا توجد أي جامعة إيرانية. فكيف إذا تم فتح فرع لجامعة إيرانية في العراق؟ إذن هم يضعون هذه المعايير الصعبة جدا حتى لا يتم استجلاب أي جامعة جيدة حقيقية ممكن أن تفيد العراقيين. لأن تعرف أنت حتى لو كانت البيئة التعليمية سيئة بكل، لكن عندما تأتي جامعة أجنبية تفرض معاييرها، وهي دائما احنا نعرف في التعليم أنه معايير الجامعة المانحة للشهادة قاسية، فعندما تأتي هذه الجامعة بمعاييرها القاسية راح تسوي معادلة للحال الواقع في العراق للجامعات الاخرى. اكو جامعات راح تغار منها، كفاءات تطلع من الجامعات العراقيه تروح تتعين في الجامعات الكبيره، تبدي حتى سلم الرواتب في الجامعات الخاصه يتغير، بل وحتى يؤثر ذلك على الجامعات الحكوميه. هذا كل الحقيقه ضربوا عرض الحائط مع الجامعات الايرانيه. فكل الجامعات يعني عدا الجامعات الكبيره جدا اللي هي مثلا جامعة آزادي وجامعة طهران، وهي طبعا موجودة سوف تفتتح الآن، لأنه أولا طهران للعلوم الطبية افتتحت أساسا في كربلاء، وجامعة طهران الأصلية أخذ الموافقة لها لافتتاحها في بغداد. هذه الجامعات الكبيرة تعاني من حصار كبير، لا تحدث عن جامعات صغيرة والمعاهد في قم وأصفهان وما إلى ذلك، أنا أتحدث عن جامعات كبيرة. هذه الجامعات الكبيرة بدأت تعاني معاناة قاسية جدا في العشر سنوات الأخيرة بسبب الحصار، حتى أن أغلب الكفاءات الإيرانية المتخرجين من جامعات أجنبية غادروا إيران وذهبوا ليدرسوا في جامعات أخرى في العالم، وهناك من حصل على الهجرة. لذلك هم يعانون معاناة كبيرة جدا في أن يحصلوا أولا على الكفاءة، ثانيا على المواد والقضايا المختبرية وما إلى ذلك. لذلك هم يعتقدون الآن أن الحل هو في اختراق التعليم العراقي اللي هو يعني next to skin. التعليم العراقي أو القطاع التعليمي في العراق. أستاذ محمود اسمح لي فقط سأتحول للدكتور صباح. دكتور صباح، كما هو معلوم أن هناك في كل الدول يتم التخطيط وكشف الواقع لمعرفة ما هو احتياج سوق العمل في المجال الطبي، في المجال الهندسي، في المجال العمراني أو مجال الموارد المائية وإلى آخره، حتى المجال الأدبي.
يعني من غير المعقول أن هناك رقم هائل لعدد من الطلبة العراقيين المبتعثين إلى داخل إيران يدرسون اللغة الفارسية ويدرسون الأدب الفارسي. 60,000 طالب عراقي مبتعث هناك، ليس من أجل لا هندسة ولا من أجل طب ولا من أجل يعني هندسة إلكترونيك وإلى آخره من التخصصات الحديثة التي من الممكن أن تواكب العصر، يدرسون الأدب الإيراني. هذا الرقم الهائل، هؤلاء عندما يرجعون إلى العراق ما هو المشروع المراد تطبيقه وتنفيذه؟ ما هو المخطط؟ وزارة التخطيط هل كشفت على واقع العراق واحتياجات سوق العمل لتبتعث هذا الرقم الهائل والكبير من الطلبة العراقيين ليتعلموا الأدب الإيراني ثم يأتوا إلى العراق؟ هل سيبنون؟ هل سيعالجون؟ هل سيطبقون معادلات معينة؟ هل سينهضون بالمجتمع؟ هل سينهضون بالاقتصاد؟ ماذا تفعل وزارة التخطيط؟ وما علاقة إرسال 60,000 طالب عراقي بموضوع التنمية وتطوير البلد؟ هناك بعد ثقافي. أول شيء هو تفريس العراق، يعني فرض اللغة الفارسية والثقافة الفارسية ورؤية فارس إلى العالم، فرضها على المجتمع العراقي. البعد الثاني البعد المجتمعي، حقيقة للأسف أنا ما تحدثت عن هذه النقطة، كنت ناوي أتحدث عنها قبل شوية. قلت أنت لما النظام يكون من فوق فاسد، الفساد هذا ينزل إلى المجتمع، فتجد أنت أيضا كثير من الشباب والشابات العراقيين يريد شهادة بسرعة، معدله ضعيف جدا، ما ينقبل بالجامعات العراقيه، خلينا نسميها الرصينه او الجامعات الاخرى، فيبحث عن منفذ بسيط وسهل من خلال الفلوس، طبعا يدفع بالدولار ويحصل على الشهاده من اجل يحصل على وظيفه وتعيين. فاذا الفساد المنظومه هذه، انا ما اسميها نظام، فساد المنظومه تجذر نسبيا مو كليا في داخل المجتمع العراقي، وانتج طبقه غير منتجه، طبقه تبحث عن فقط التعيين والرواتب. إذن الهدف الثاني هو إنتاج طبقات غير منتجة بالعراق، كيف كان العراق معتمد بشكل كلي. نستطيع دكتور أن نسميها بطالة مقنعة. بطالة مقنعة بالضبط. لذلك النقطة الثالثة وهي الأهم مرة أخرى، لأننا يعني جزء كبير من 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 تدريسي وبحثي وحول نظرية الدولة، ولذلك الدولة مهمة جدا عندي. نعم. أستاذ سمير، شوف أنت لما تريد تحدد بعض المعايير وبعض الأهداف بالتعليم العالي مثلا، كيف تحددها؟ كيف تحدد حاجة سوق العمل إلى الكوادر والمؤهلات؟ ما تحدد اعتباطيا، إنما تحددها حسب رؤية، حسب استراتيجية التنمية. وهذه الرؤية استراتيجية التنمية تضعها الدولة. الدولة تضع حاجة الدولة، حاجة المجتمع، حاجة الاقتصاد، حاجة الخدمات إلى آخره، حسب رؤية استراتيجية التنمية، ثم تحدد هذه المعايير وهذه الأهداف والوسائل للوصول إلى هذه الأهداف. هنا يأتي دور التربية والتعليم وبالذات التعليم العالي، أن ينتج لك كفاءات وخبرات يستوعبها سوق العمل أو مؤسسات الدولة الأخرى حسب هذه الرؤية، حسب استراتيجية التنمية هذه، حتى ترفع من إنتاجية البلد. هذا مفقود تماما. لماذا؟ لأن ليس هنالك دولة عراقية، وفي غياب الدولة العراقية تغيب مصلحة الدولة اللي هي بالنهاية طبعاً مصلحة الشعب والمصلحة العامة. فهي هذه المعضلة الأساسية اللي أتت بها أمريكا للعراق، وهدف أمريكا في العراق هو عدم بناء دولة عراقية، لأنه أي بناء لدولة عراقية يقلب موازين المنطقة جيوسياسياً. العجيب يا دكتور أن العراق يحوي جامعات إيرانية، 62 جامعة إيرانية، ها، والحسابة بتحسب على قولة عادل إمام. مو بس هذا استاذ سمير، ولكن ولكن الكهرباء عاجزون عن اصلاحها ويصرفون عليها مليارات الدولارات، ولكن الطاقه عاجزون عن، على سبيل المثال، الاستثمار للغاز المصاحب الذي هو مصاحب لاستخراج النفط، وبامكان هذا الغاز ان يعيش العراقيين ملوكا. يعني هذا دليل على انه لا يراد نهضة للعراق. بالضبط. صح. هو هم ليسوا بعاجزين، إنما أصلاً أول شيء ما مسموح لهم، والشيء الثاني هم متواطئين، لأنه هذا يضمن احتكارهم للسلطة بقبول كل الشروط اللي تفرض عليهم إيران وأمريكا.
لاحظ استاذ سمير، انا الاسبوع الماضي تحدثت عن موضوع ان الحشد الشعبي عنده يعني لجنه للتربيه والتعليم بعثها الى جامعه طهران لابعاد 5000 حشدي الى طهران للدراسه هناك. هذا بعيد عن وزاره التربيه والتعليم العالي، الحشد عنده يعني جهاز خاص به. طيب هذا 5000 لما تروح جامعه طهران شو راح تدرس؟ هلا راح يصيرون علماء فيزياء؟ لا، راح ينتج لك انت طبقه تخدم مصالح ايران، تدير مؤسسات واقتصاد العراق لصالح ايران. فهذا انا كله اصنفه تحت ما يسمى المد الايراني، اي المشروع الاستعماري الفارسي في المنطقه، وفي قلب هذه الاستراتيجيه هو العراق. المشكله الحقيقيه يعني للاسف، شوف الان في داخل العراق انا متاكد، وايضا خارج العراق هنالك شريحه كبيره من الاكاديميين العراقيين اللي بامكانهم ان يبنوا 100 جامعه في العراق وليس 60 بافضل معايير. والعراق طبعا مشهود له دكتور، مشهود له العراق، يعني التاريخ يشهد له انه في غضون شهرين استطاع العراق ارجاع الكهرباء كامله، واستطاع بناء وشق نهر ثالث، واستطاع في غضون شهرين بعد حرب شامله سنه 91. هذه بايادي عراقيه وعقول عراقيه. هذا التاريخ يقول ليس لحساب نظام معين، نحن نتحدث عن تاريخ. اسمح لي استاذ سمير، انا خلصت الثانويه بالبصره، لما قدمت على المانيا وبريطانيا وامريكا للدراسه كل الجامعات وافقت عليه بشكل مباشر بدون اي معادلات بدون اي شيء. نعم، الطالب العراقي بالضبط يعرفون مستوى التعليم ويعرفون مستوى الدماغ العراقي، يعرفون مستوى الذكاء العراقي ويعرفون مستوى ما يمكن ان يقدمه العراقي. استاذ اسمح لي ان انتقل للدكتور محمود المسافر. دكتور محمود، قبل أن نأخذ فاصل، فقط هناك يعني موضوع مهم، موضوع الرسائل العلمية، الأطروحات العلمية. هناك حضرتكم أيضا يعني أشرتم إلى هذا الأمر، موضوع يعني سرقة المعلومات وسرقة الرسائل وتقديمها باللغة الفارسية كي لا يمكن التعرف هل هي مسروقة أم لا. يعني هذا الأمر إلى أي مدى يؤثر على جودة المخرجات التعليمية للتعليم العالي؟ كيف يمكن لأستاذ جامعي أن يدرس طلاب في الجامعة وهو سارق لأطروحة أو سارق لرسالة، وبالتالي يقدمها فبدون نظام فحص، بدون نظام اختبار، بدون نظام لحساب معيار هذه الرسالة، هل هي أصيلة؟ هذه الأطروحة هل هي أصيلة؟ هذه الأفكار هل هي مأخوذة من مصادر وتم تجميعها وفق استطلاع ووفق استبيان ووفق بيانات، أم أنها مسروقة؟ ما مدى خطورة ذلك؟ شكرا مرة أخرى. شوف أخي العزيز، يعني أولا ردا على موضوع أنه 60,000 طالب يدرسون في قضايا الأدب الإيراني، نعم، هو مو فقط هذا المخيف بالموضوع، المخيف حتى في العلوم الاخرى اللي يدرسون بالعلوم الاخرى هناك، يعني الحقيقه امر خطير. يعني انطيك مثالين الان من ملف انا بعثته لقناتكم الكريمه، يعني مثالين لشهادتين، يعني واحده في ما يسمى بالرورال بلاننج، بالتخطيط الريفي، والشهادة عنوان الشهادة تقول التحقيق في الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحدث الأربعين على المناطق الريفية في العراق. تتخيل هذا النوع، أساسا هذا النوع من الشهادات ده يعطى الآن من إيران، يتحدث عن آثار اجتماعية على المناطق الريفية والاقتصادية لحدث الأربعين، ويربط بقضية البلانينج، الرولر بلانينج اللي هي التخطيط. هاي المشكلة وين؟ في الدراسة الاقتصادية والاجتماعية حتى الجغرافية منها. هنا كل البيانات اللي راح ياخذها الان، كل البيانات راح ياخذها باللغة العربية، لانه هو دا يتحدث عن المناطق الريفية. هذا دا يسوي كويشنير، انا كباحث اعرف الان هذا ايش دا يسوي، بعد ما يسوي الجانب النظري مالته يروح بالجانب التطبيقي يعمل كويشنير استبيان، ومن الاستبيان يقدر يحصل على النتائج. هذا الاستبيان كله بالعربي. شوف انت القضيه راح اقول لك اياها، الاستبيان كله بالعربي،
الآثار مالته المدروسة كلها بالعربي، يروح يكتبها بالإيراني. فبافتراض نزاهة الأستاذ الإيراني، الأستاذ المناقش والأستاذ المشرف، بس بافتراض النزاهة، هذا راح يقرأ أطروحة ما يعرف أصلها نهائياً للأصل بالعربي. طيب يجي هذا الشخص يتخرج باللغة الإيرانية، يجيب الأطروحة مالته إلى وزارة التعليم باللغة الإيرانية. وزارة التعليم، وزارة التعليم تطلب من عنده ما يسمى بالبلاجيرزم، اللي هي احنا نسميه الاستلال بالعربي. يروح يسوي الاستلال، فتتفاجئ وزارة التعليم انه الاستلال مالته صفر. صفر لانه ما دي يكشف البرامج هذه اللي هي اهمها تيرنت ان طبعا، ما دي تكشف ان هناك اصل لهذه الاطروحة. المشكلة الحقيقية انه ينبغي، لازم، مفترض ان يكون عنده استلال، لكن نسبة الاستلال لازم ما تزيد عن 20%. ليش؟ لأنه عنده جانب نظري يدرس به ما درس السابقون، اللي درس السابقين يقعد يدرسه وينطي، وهذا كل ما يأخذ من السابقين يسوي الاستلال. فلذلك لا يستطيع أن يكون باحث، كل الباحثين الآن يسمعوني يعرفون هذا الكلام، لا يستطيع باحث أن يقول أنا سويت بحث حقيقي وما عنده استلال نهائي. لكن إذا زاد عن 20% تقل نسبة مشاركته في البحث العلمي، وكأنه هو جامح فقط. لذلك الشبلون يقولون إذا زاد عن 20% ننطي مجال للباحث يرجح، إذا صار البحث مالته 60 و70% هذا مستنسخ، لذلك احنا نلغيه. بالعراق القضية مختلفة تماما، هي مو نسبة استلال عالية، هي صفر استلال، لأنه هو مسوي البحث بلغة، مقدمها بلغة، وراجع مسوي بلاجيرزم بلغة أخرى، يعني اللي هي موضوع الاستلال. لذلك هو صفر استلال. فشو يسووا له العلماء في وزارة التعليم؟ تحية للأمناء والوطنيين منهم، لكن أريد أن أنبههم على هذا الموضوع. شو يسوون؟ يطلبون من عنده أن يجري امتحان، وهذه أكبر الكوارث. أنت عندما تطلب من حامل شهادة دكتوراه، هذا بحث علمي، هذا مو كلية طب، لو كلية هندسة ماخذ بكالوريوس، فأنت من خلال الامتحان تستطيع أن تستكشف معرفته. هذا مو ده تستكشف معرفة، لازم تستكشف بحثه، إمكانياته البحثية. إمكانياته البحثية لا تستكشفها بامتحان، لازم تقرأ الأطروحة مالته، ولازم تقرأ الأطروحة بلغتها الأصلية اللي هو اللغة الإيرانية. طالما أنه لا يوجد الآن في وزارة التعليم من يقرأ باللغة الإيرانية، ستمتلئ وزارة التعليم والجامعات العراقية بأطاريح لا يعلم أحد من أين جاءت. أعطيك واحدة أخرى بس قبل ما أنهي، دراسة العلاقات بين آليات حوكمة الشركات على الأداء المالي واعتبار الدور الوسيط للجنة الترقيقات في الشركات المدرجة. أين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية؟ اسألوا سوق العراق للأوراق المالية، هل لديكم أي بحث في داخل السوق ممكن يستعين به هذا الشخص باللغة العربية، باللغة الإيرانية، باللغة الفارسية؟ هل يوجد هناك بحث باللغة التركية؟ هناك بحوث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وبعض البحوث باللغة الفرنسية. هناك عملية تدمير ممنهجة واضحة للتعليم العالي في العراق، يساهم بها كل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم هذا الميليشياوي الذي يدعي أنه يحمل شهادة دكتوراه وهو وزير للتعليم العراقي مع الأسف. نعم دكتور، طبعا مخرجات التعليم لها يعني ربما تكون هي أو بالتأكيد العنصر الأهم في موضوع التنمية في أي بلد. معظم الجامعات طبعا هناك تنسيق ما بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي وإلى آخره من مؤسسات ذات اختصاص، الهدف هو عام وهو تحقيق التنمية، تحقيق النهوض، يعني الكشف عن نقاط الضعف، الكشف عن نقاط القوة من أجل تعزيزها، نقاط الضعف من أجل معالجتها. كل هذه الأمور ضمن نظام يأخذ على عاتقه الهدف الأسمى وهو تحقيق التنمية للبلد. يعني ما الفائدة من وجود جامعات بالآلاف وبمليون جامعة ولكن هناك عاطلين، خريجين عاطلين يتظاهرون، مستقبلهم هو عبارة عن مشروع للتظاهر في ساحة التحرير، في الشمس، في المطر، في الفيضانات. ما هو الفائدة؟ يعني ما الذي سيقدمه إذا لا يكون هناك يعني كشف لاحتياجات سوق العمل؟ ولا يوجد سوق عمل أصلا، يتخرج ثم يحمل راية
يريد تعيين، وبالتالي يتحول إلى مشروع بطالة، مشروع نحن العراقيون فقط نستخرج نفط ونبيعه إلى الدول. طبعا الوارد ليس للشعب وإنما في جيوب الفاسدين وفي جيوب الدول الإقليمية المستفيدة وتحديدا إيران. إيران الآن ليست فقط النفط، شفطت النفط وستشفط وزارة التعليم وشفطت وزارة الصحة وخربت الاقتصاد وهدمت الزراعة حسب ما يقول الكثير من المراقبين ويصفها بئس هذه الجارة. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نكمل الحوار. أهلا بكم مرة أخرى. نستضيف في هذه الحلقة على الجامعات الإيرانية في العراق الدلالات والأهداف، 62 جامعة إيرانية، 33 جامعة معتمدة في بغداد، وهناك 35 جامعة حكومية عراقية. الكثير من المراقبين وأساتذة جامعيون يرون أن هناك غزوا ثقافيا إيرانيا للعراق ابتدأ منذ عام 2003 وإلى الآن. ابتلعت إيران جميع قطاعات الدولة الإنتاجية وألقت بعد أن أكلت اللحمة ألقت بالعظام على العراقيين ليرفعوا رايات على هذه العظام ويتظاهرون بها يطلبون التعيين، وهنا أقصد مخرجات التعليم ومنها الخريجون المظلومون الذين يطالبون بمستقبل والذين أصبح الآن همهم، يعني الكثير منهم همهم أو هدفهم وأحلامهم هي الخروج من هذا العراق الذي لا يعطيهم حقوقهم، أو بالأحرى الخروج من كنف هذه الحكومة التي توالي إيران وتوالي الأحزاب الموالية لإيران. دكتور صباح، بالعودة إليك دكتور صباح النصري أستاذ العلوم السياسية، هنا بالنظر إلى مخرجات التعليم، كيف سيكون شكل هذه المخرجات، مخرجات التعليم العالي في العراق؟ كيف سيكون شكل العراق المستقبلي؟ نحن في سنة 2023، العالم الآن متطور، عندما ننظر إلى سنغافورة، إلى تايلاند، ننظر إلى يعني هذه الدول التي ليس فيها نفط، ننظر إلى الموارد البشرية في العراق، كيف ستكون شكل هذه الموارد، شكل سوق العمل، شكل الشاب العراقي أو الخريج العراقي، كيف تنظر له وتنظر إلى مستقبله عندما نأتي إلى وظيفة الجامعة وهي تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الاجتماعية والتنمية البيئية؟ إذا أسقطنا هذه الأهداف لدى جميع الدول المتقدمة على العراق، كيف تنظر إلى الخريج العراقي مستقبلا؟ مشكلة الإنسان المتخلف اللي ما يعرف، ما يفهم تخلفه، مستحيل يفهم تقدم الآخر عليه. لما تكون الطبقة الحاكمة متخلفة وسعيدة بتخلفها بجهلها، فبالتأكيد ما تفهم شنو معنى التقدم، ما تفهم شنو معنى التطور، ما تفهم شنو معنى تفوق الآخر عليها. أكون نقطة كلش مهمة، أنا أتحدث أنا حقيقة، لأن هي هذا بالنسبة لي أساسية، بعيدا عن البعد الاقتصادي العمراني التنموي إلى آخره، اللي هو خلينا نسميه البعد الإيديولوجي.
لأنه ما مفهوم التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي الحديث؟ هو ما يسمى بالفكر السياسي الدين المدني، بمعنى أن التعليم من خلال التعليم تتم تربية وتعليم الأطفال والأجيال بعيدة عن الانتماءات العائلية والقبلية والعشائرية والطائفية إلى مفهوم الفرد والمجتمع، بمعنى أنت تنتج ولا مواطن إلى المجتمع وإلى الدولة بعيدا عن الهويات الفرعية. إذا أنت عندك دستور 2005 في ديباجته في مقدمة الدستور هذا اللي هو يأطل كل الدستور فلسفيا، لا توجد مفردة مواطن أو مواطنة، فلك أن تتخيل ما معنى هذا الدستور وما يعني على أرض الواقع على الممارسة. فلما أقول أنا المد الإيراني الاستعمار هذا الثقافي الإيراني هو ليس فقط من أجل تدمير إنتاجية المجتمع العراقي وفرز شريحة أو طبقة من مثل ما تفضلت بطالة مقنعة غير منتجة، إنما أيضا ينتج، وهي هذه وظيفة الجامعات الإيرانية في العراق وحتى في إيران، ينتج كوادر لهذه المنظومة التابعة لإيران مستقبلا تدير الاقتصاد والمؤسسات للدولة العراقية. بل أكثر من ذلك، يعني ومو فقط يستخدم الطالب العراقي كمصدر للدولار، إنما أيضا يسمح لأعضاء حزب الحرس الثوري وفيلق القدس وغيرها أن تأتي للعراق حجة الدراسة بالجامعات هذه، ويتم إنتاج هذه الطبقة. ومثل ما حدث بالماضي السنوات الماضية تغيير الديموغرافي تجنيسهم بالجنسية العراقية، وهم هذه الناس تستلم مستقبلا إدارة مؤسسات الدولة والقرار العراقي. فإذا أنت الآن من خلال هذه الجامعات من خلال التعليم تعمق وتجذر هذا المشروع الفارسي الاستعماري داخل العراق لأجيال قادمة. قضية خطيرة جدا، يعني مو فقط مثل ما قلت على المستوى الاقتصادي أو الإداري أو الخدماتي، إنما على المستوى الثقافي الإيديولوجي والجيوسياسي أيضا مستقبلا قضية خطيرة جدا. يعني أستاذ محمود تفضل يعني بأمثلة رائعة حقيقة للقضايا خلينا نسميها المؤسساتية أو التقنية البحثية إلى آخره، ومدى فظاعة هذا التدهور. إنما أيضا البعد الآخر هو باعتقادي أيضا مهم، هذا البعد من أجل منع تشكيل دولة عراقية، منع تشكيل قرار عراقي أو سيادة للدولة العراقية، تنتج أنت من داخل العراق هذه الطبقات أو الشرائح التابعة إلى المشروع هذا الإيراني كي تتحكم من الداخل كما تحكم في المخابرات وفي الأمن وفي الجيش ووزارة الداخلية والنفط والغاز والكهرباء، تتحكم أيضا في صوب صنع القرار السياسي العراقي. نعم دكتور محمود، الآن نرى أن نظام المحاصصة هو نظام وضعه الاحتلال الأمريكي ووضع حكومات متعاقبة من عام 2005 إلى الآن، هذه الحكومات هي برعاية إيرانية. هناك ثروات هائلة عراقية تذهب لصالح إيران، هناك استحواذ على جميع قطاعات الدولة العراقية من قبل إيران. ترى ما كيف تنظر وتستشرف واقع سواء كان التعليم العالي في العراق أو مخرجات التعليم العالي في العراق خلال يعني المدى المنظور أو مع ازدياد واستمرارية زخم النفوذ الإيراني؟ الحقيقة أستاذ سمير أحكي لك الموضوع بصراحة، أنه عدم وجود دولة الآن هو اللي دا يمكن عدم وجود حكومة ومؤسسات دولة فاعلة في العراق، وضعفها تجاه الميليشيات وتجاه الأحزاب الحاكمة هو الذي يمكن ليس فقط إيران وإنما كل دولة ممكن أن تريد أن تتدخل في العراق يمكنها من التسلط بسبب عدم وجود مؤسسات وعدم وجود ما يسمى بالمنظومة الرادعة. لذلك احنا مثل ما تحدث الدكتور صباح عن بعد الايديولوجي، ممكن حتى نتحدث عن ما بعد البعد الايديولوجي، نتحدث
تتحدث الحقيقة عن كيف يتمكنون من خلال السيطرة على الثقافة والأيديولوجيا يسيطرون على العراق بالكامل ولقرون قادمة من خلال تهيئة أجيال بكاملها، أجيال متخلفة، أجيال غير متعلمة، أشباه متعلمين، تسيطر على مقاصد الدولة وتتقاسم الأرباح مع المحتل الإيراني، فيكونون مستفيدين هؤلاء من أولئك، وهؤلاء حولهم أكو عبارة عن زونز مختلفة، الزون الأول من المستفيدين والزون الثاني والثالث، تخدمهم في ذلك كمية الثروات العظيمة في العراق. يعني لو العراق بلد ما فيه ثروات ما يستطيعون يطبقون هذا الموضوع، لأن بالنتيجة هم بالمثل العراقي راح يبزعون وينهزمون. لكن طالما أن هناك ثروات وهذه الثروات مستمرة راح يظلون ينفذون أجندتهم. أنا أقول الآن هم يريدون أن يحولوا العراقيين خصوصا الأجيال هذه القادمة إلى طبقات متخلفة جدا بحاجة فقط إلى أن تعمل. وأنت تتخيل الآن، يعني قلت هذا الموضوع سابقا وراح أقوله أمامكم الآن، أنه هذا الكم الهائل من المتخرجين الذين يعني تعلموا باللغة الإيرانية بكل الاختصاصات حتى بالهندسة والآداب وغير إلى ذلك، سيتحولون إلى مترجمين وإلى باعة متجولين يرمون أنفسهم أمام الإيرانيين الزوار عندما يأتون إلى العراق. هذا هو الهدف الحقيقي من تخريج كل هؤلاء اللي ما تحتاجهم بالدولة العراقية. هل هذا دكتور، هل هذا سببه ربما أن لإيران مشروعا، في حين أن الحاضنة العربية للمحيطة بالعراق ليس لديها مشروع، والبعض يصف هذه الحاضنة العربية أنها منخرطة ضمن المشروع الأمريكي؟ هل هذا سببه؟ لذلك العراق بعد عام 2003 ليس له أحد يديره ولا يقوده، لأن السفينة قد ضاع شراعها مثل ما يقولون. المؤسسات التي حلت، مؤسسة الجيش، مؤسسة الأمن أقصد، يعني كدولة مؤسسات وليس نتكلم عن أنظمة. يعني هنا هل هذا هو السبب، غياب المشروع العربي بمقابل هناك مشروع متطور وكبير ومشروع متغلغل ومشروع يعيش ويقتات على النفط العراقي وعلى الموارد البشرية العراقية، سواء بالتطوع بالميليشيات الأجنحة العسكرية أو سواء بالاستحواذ على القطاعات واستنزاف ثروات العراقيين؟ هل سببه غياب المشروع العربي؟ أدخل لغياب المشروع العربي. أستاذ سمير، أريد أنبه على قضية مهمة. إن والأزمة الحقيقة متعددة الجوانب، لا أتحدث عن علاقاتها الدولية ولا أتحدث عن مشروع النووي. أنا سمعت الحقيقة وزير التربية الإيراني يقول يوما قبل عدد يعني من السنوات، يمكن 5 سنوات، يقول عندنا مشكلة حقيقية في موضوع التعليم، تعليم اللغة الفارسية في المدارس الابتدائية. وما هي هذه المشكلة؟ يقول لي أن 30% لا يزيد عن 30% من الداخلين إلى المدارس الابتدائية، يعني اللي جايين للصف الأول الابتدائي، هؤلاء لا يزيد عن ممن يتحدثون باللغة الفارسية، وبحدود 70% لا يتحدثون الفارسية، هم من شعوب غير فارسية. هذا حديث لوزير التربية. نعم. ولذلك هم يعانون أزمة حقيقية داخلية ثقافية. نعم. أن الشعوب الأخرى كلها رافضة الثقافة الفارسية، فلذلك هم الحقيقة هي عملية تصدير وعملية تقوية، عملية تصدير الأزمة وعملية تقوية جبهتها الداخلية، أن يجعلون من عدد من الملايين من العراقيين يتحدثون اللغة الإيرانية. نعم. وحاولوا أن يجعلوا عدد من الملايين أن يتحدثون في أفغانستان وباكستان باللغة الإيرانية. هذه محاولات لتصدير أزمتها الداخلية، ومن أجل أيضا أن تقوي شوكتها، لأنه كما عرفنا وأنا تحدثت مع طالبات عندي كانوا إيرانيات، تحدثوا قالوا إن من أجرم فينا وقتل فينا واغتصب النساء هم العراقيون. فسألتهم كيف في عام 2009 بالانتفاضة مالتهم، قالوا لأن الذي هجم في الشارع وأمسك بالشباب وأدخلهم السجون
هي ميليشيات قادمة من العراق. وهذه طبعا وهذه أيضا دكتور اسمح لي من ضمن المناهج التي سوف تعطى في الجامعات الإيرانية للعراقيين، وبالتالي تحقيق مشروع التغيير الديموغرافي وبأدوات هنا أكاديمية. نعتذر منك دكتور محمود المسافر، يعني للأسف انتهى وقت البرنامج. الأكاديمي والمتخصص في التعليم دكتور محمود المسافر، شكرا جزيلا لتواجدكم معي في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لكم دكتور صباح الناصري أستاذ العلوم السياسية بجامعة يورك. شكرا لضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.